بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لماذا ما اشتركتش في القناة؟ ما ينساش تضغط على زر سبسكرايب وأبوني واشترك. ما تنسوش تشغل جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول إن شاء الله، وتابعوا فيديوهاتي من الأول للآخر لتستفادوا أكثر. ويلا نبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديروا الجزء الثاني تاع الحجاب اللي كنت مالي بالجين تكمله. هو الباتمون الصغير اللي كنت درته معكم، وهي اليد العاديه، يعني تقدروا ديروا يد كيما هذه اللي قلت لكم بلي بلي، وهذه يد عاديه. بغيتوا ديروا هكا يد عاديه، بغيتوا بلي بلي. هذا التصميم الصغير، شوفوا شحال عندنا من قطعه في التصميم الصغير. عندنا هذه القطعه الاولى، الزوجه، الثالثه، الرابعه والخامسه. اليد مقسومه على ثلاثه، خدش على جال لي بلي، ولا حبيتوها تكون قطعه واحده هكا بلا هذه العفسه تاع لي بلي. والصدر والتحت هذا التصميم مساعد، انا درتو ديجا كبير، خدش قلت لكم مانيش حنعاود نشرح في مدارو جديد، لانني ديجا شرحت لكم صغير باش تفهموا معايا اكثر. هاي درت واحد كبير، هاي اليد وضعها، ها هي اليد كامل، شتوها هذه هي. هنا راني في الباترون الكبير، مانيش كيما هنا دايره على زوج مثلا، كيما هنايا في الصدر راني دايره على زوج، راني دايره غير على وحده. بصح انا كي نجي نحط على القماش ان شاء الله راح نطويها على اثنان. دونك هاي اليد تاعي درتها بلا لي بلي. اذا حبيت ندير لي بلي يعني راح نقسم هنايا دوكا كيما بغيتو. انا هذا الموديل مش راح ندير له لي بلي، بصح راح ندير معكم ان شاء الله في موديلات اخرين لي بلي، يعني غيرت الراي تاعي في اخر دقيقه. وعندنا هذا الصدر، شوفوا هاي اليد هنا غير مديت لهم شدتهم بسكوتش. وهنا شوفوا واش راني دايره هنايا، دايره ارقام ودايره نقاط هكا باش كي نجي نلاقيهم نعرف النقاط اللي راني حنلاقي بهم. كما قلت لكم هذا التفصيل تاعي بلا هذاك ال 1 سنتيم ولا 1.5 سنتيم تاع الخياطه. ومن بعد انا كي نحط هذا الباترون على القماش ان شاء الله راح نزيد تاع الخياطه. هذا السطر وهذا اليد. بالنسبه للتحت تاعنا انا درته صغير، ومن بعد نعاود نطولو على حسب الطول تاعي كلي. انا هنا درت زوج، واحد درته هنايا واحد 7 سنتيم، البلية تاعي راح تكون 7 سنتيم، وهنايا واحد 10 سنتيم. دونك نتوما كيما بغيتو. انا قدت الاولى 7 سنتيم وجاتني غير صغيرة البلية، هاي لك البلية اللي تجي هنايا. راني شدتو كاع بسكوتش، دوك نعاود نحلو، راني شد. المهم هاي البلية كيفاش دايرة، دوك نعاود نحطه لكم في الارض. وكي ندير الاخر شوفو كاينة حاجة حقا نسيت ما قلتلكمش، شتو كي علاه قلتلكم انا فصلو في الورق قبل ما درتو. خاطش شوفو كيما هادي اللي راني ديجا فصلت ودرت الرسمة تاعي، شوفو كتحلوها كيفاه تجي، كتحطوها تحطو هكا على القماش. شوفو كان نتوما فصلتو بلا ما تطبقو، كان نتوما فصلتو بلا ما تطبقو ما شحال تجيكم ال او شو البروبليم تاع الطابلات تاعي، دي بروبليم تاع الطابلات ما تطلوش ليسونسييل. اذا فصلتو بلا ما تطبقو مش حد يجيكم هاد العفسات هادو، لي بليات هادو الخارجين. دونك لازم ديرو هكا كيما قلت لكم باش يجيكم دوكا كي تلاقوهم. شوفوا كيف يجو وبهذه الطريقه، يعني يحكم مع هذا. تخيلوا الا ما طبقتوش ما درتوش، دونك شغل شوفوا كي نقلبها هنا هادي تجيكم محفوره، يعني ما عندكمش وين تشدوا هاد القطعه مع هاد القطعه، تجيكم محفوره. يعني تحكموا مع تحتانيه، بصح هادي تاع القطعه تاع هاد البليه اللي هنا ما تكونش كاينه. نفس الشيء درت مع الكبيره. دوك نعاود نحط الباتل تاعي في وين راح نقص، راني حنحطو على الارض ونجيب القماش تاعي وندير لكم ان شاء الله التفصيل خطوه بخطوه ان شاء الله. دونك شوفوا معايا الباتل تاعي بعد ما فصلتو، هاي اليد، ها هو الصدر، ها هو التحت. انا شدته هنا بهذو الحجر لانه لا اسمه الورق تاع الباترون كنت درت له رولو، دونك غير نحي هاد الحجر دوك كاع يعاود يتلوث، بصح راني شدته بهاد الحجر. شوفوا هاو لما روحو دوك نعاود نفرشه لكم. هذا نوري لكم كيفاش نخدمو كل واحد وحده باذن الله مع الـ مع الـ مع القماش، لاني دوك عاود ديسيديت بلي راح ندير له تريزا بالماشينه تاعي تاع تريزا، ماشي حاجه كبيره بصح على بها. دوك ديسيديت بلي شوفوا نخدم هاد الكتان فقط تاع الجين، هذا تاع الجين اللي قلت لكم راهو خفيف. وكاينه حاجه لازم ديروا حسابها لكم، لازم تعرفوا اتجاه القماش. شوفوا صح راه يتبان لكم لا ليزيغ منا هاد الشيء هادي، بصح هادي جهه العرض، لانه دوك نعاود نفذه لكم هذا ويتكسل هكا، نعاود نفذه لكم باش تفهموا معايا اكثر. بون شوفوا معايا القماش هذا، شوفوا هاد الجهه هادي تجي تبان لكم فيها الحاجه، بصح شوفوا هنايا هذه هي واسمو هذه هي جهه الطول، لانه شوفوا ماشي قاعده تتكسل، في حين ان شوفوا هذه الجهه
قاعدة تكسل. ها شوفوا في هاد البلاصة هنايا، ها هي شوفوا هاي قاعدة تكسل شوية، مي هكا ما تكسلش. دونك لازم تعرفوا الاتجاه تاع القماش، ما تغلقكمش برك لا ليزير. وهذه اصلا تجيني انا كشريتو كشغل قطعة كبيرة، ما فهمتش ما لقيتوش بالمتر، شريتو قطعة. دونك دوك ندير لكم الجهتين كيفاش دايرين. هاوليك شوفوا هذه هاي منا تبان حاشية، يعني كامل قطعة مخدومة، كامل قطعة منا تاني هكا حاشية. ها هاد الجهة مش قاعد يتكسل ستابل، ومنا يتكسل شوية، ها يتجبد. دونك هاد الجهة تاع اللي تتجبد هي نديرها العرض، والطول تاعي هكا. يعني كيفاش نبين لكم، نجيب قلم فوالا شوفوا، يعني الخياطة تاعي راح تكون هكا، هذا الاتجاه الطول تاعي هكا هكا الطول، لانه هاد الجهة كيما قلت لكم راهي ما تتكسلش ياسر، مي هادي تتكسل ها تتحل. علاه نديروها العرض جهة تتكسل باش ما يجيناش كي نجيو نقعدو سوا في الشغل كيكون هكا بلا حجاب، ولا حتى في اليدين باش نكونوا اليز، خاطر كون درنا خيطنا بالعرض ما من اقمشة هادو التقال، بصح كشغل نقعدو مجينين. صح هما مش حين يهبطو كيما القماشات الخفاف وكاع، بصح نقعدو مجينين. دوك نعاود نحط القماش تاعي، نحط الباترون عفوا على القماش، نوريكم ان شاء الله كيفاش طريقة التفصيل بإذن الله. دونك شوفوا معايا كيفاش حطيت هذا الباترون. هادي راح نبدا اول حاجة نفصل الظهر. الظهر كيما قلت لكم مافيهش هاد العفس، هاد البلية هادي هنا. دونك نحط الباترون هكا مطبق، نحطو هنا غير داخل في بعض القماش، هاهي كاينة واحد نص تاع الخياطة هاهي كاينة. حطيتو شوفو كيفاش الطريقة، هنا نفصل حتى هاد الباترون تحت الأوراق، ومن بعد هنايا أنا نقيس عندي من الأوراق حتى لتحت، ونزيدو حتى 3 سنتيم تاع الخياطة هي اللي نوسع بها. هنا راكم تشوفو بلي راهو شغل عريض، هنا كيما قلت لكم هاد الباترون أساسي يعني على كل شيء. أنا دوكا الحجاب تاعي نديرو يمشي ويعرض، على بها درتلو هاد السيادات هنا. إلا بغيتوه ماشي عريض ياسر نقصو، متخلوش كاع هاد البلاصة ديالكم. دونك جيب المسطره الكبيره ونقيس عندي من اوراق شحال لتحت، ونوري لكم ان شاء الله قبل ما قصيت، نوري لكم الرسمه ان شاء الله قبل ما قصيتها باذن الله. دونك شوفوا معايا الان بعد ما قمت بالرسم وانا حنخيط ولا راح نقص عفوا، دونك شوفوا هنايا كنضيق وبديت نوسع فيه نوسع فيه حتى لهنايا. شوفوا الطريقه اللي هنا باش وصلت بين هاد النقطه حتى لتحت اللي درتها، النقطه التاليه اللي درتها وصلت بالمسطره هكا هنا. وهنا بالنسبه لهنا الاسفل هاد الجهه هنايا درت نقاط، يعني كشغل حددت انا الطول تاعي شحال، بديت المسطره من هنا قال من الصفر نحط نقطه هنايا، جاتني 75 مشيت بها هكا، بعد وصلت بين النقاط كامل. وتبقى هاد البلاصه اللي قلت لكم عليها كيفاش نديروها باش ما تجيناش هكا ودن. دوك نجيب البيستولي ونقول لكم كيفاش نديروها. شوفوا معايا تحطوا المسطره تاعكم تاع البيستولي كيما راني دايره، هاي البيستولي هاي تحطوها كيما هكا بهذه الطريقه. يعني شغل جي هكا نحينا صغيره، وتصميم القص تاعكم يجي هنايا. هنا كيما قلت لكم الطول كامل راني زايده 3 سنتيم تاع التوسيع اكيد، وهذا هو الاخر اللي كيما جاني. دونك عليها هو اللي راح نفصل للامام، يعني راح نجيب هذا الباترون نطويه على القماش تاعي باش ندير حسابي تاع هذيك الزياده العرض اللي تشوفوا، خاطر كش في الاول انا كنت مضيقه بعد بديت نوسع باش ما يجينيش الحجاب. هنا وسعته بصح من الفوق خليت غير 1 سنتيم تاع الخياطه، هذا ما كان ما زدتش ياسر. دونك نرسم هادي ونقص الخلف تاعي، ونوريكم ان شاء الله كيفاش غنديرو الامام والصدر واليدين باذن الله. بون الان شوفوا معايا الباترون هذاك اللي حطيته، بعد ما حطيته شوفوا الطيات كيف راهم جايين، هاي خارجه منا خارجه منا. وهادو هما هاد الطيه هادي اللي هنا كانت رجع هنا، وهادي اللي هنايا خط هنا كترجع هنا. دوك انا كنجيب تاع الخلف باش نعرف الزياده اللي حجبها هنا، نحط الوسط تاع الخلف قد مع هادي، حيت انا المره الاولى كنت حاطه على هاد الباترون على الخلف، كانت هاد الطيه راجعه للوسط، هذه هي اللي هنا. دوك نجيب تاع الخلف نحطو قد باش تفهموا عليا اكثر. دوك شوفوا معايا القطعه تاع الخلف اللي حطيتها، انا حكمتها قبل زيبانكل باش ما تبداش تبوجي، حطيتها قد مع هاد الطيه اللي قلت لكم عليها. هذه كانت الطيه الاخرى هذه تاع الوسط، وهذه الاخرى هنايا. دوك راح نرسم عليها بون جو بونس الدور هنا قص. شوفوا راهي هاي هنايا نرسم عليها باش الزياده تاعي تكون قد. شوفوا فوالا حتى لتحت هنايا. دوك الرسمة تاعي هنا الحاشية هذه كامل نديرها على تحت الخلف، ونعود كيف كيف نعود نجيب هاد القطعة تحت الخلف نقلبها لهاد الجهة باش ندير هنايا تاني، ومن بعد نوصل بين النقاط هنايا، هاد النقاط نوصل بيناتهم، وهنايا في اللي عند الطيات تاني دوك نوصل بيناتهم. هذا مكان دوك نرسم القطعة الأمامية
بالطريقه اللي قلت لكم عليها ونعاود نرجع لكم باذن الله. دونك هاي الكيسه كنصور الامام بعد ما وصلتها، هذا من الفوق وهي تحطت هنا الفوق هكا. هنا شوفوا راني كشغل غلطت درت في الانترنت، بس الحمد لله هذيك الزياده اللي درتها دوك راهي حتدخل لي، يعني نوما موجه هو كامل كيف كيف الشغل في الوسط جات خلي شويه القياس تاعي ما درتوش كذلك، بصح ان شاء الله مع الكفار راح كنسويه باذن الله. هذه هي المهم قطعه تاع الامام، دوك ان شاء الله نروح نفصلوا الصدر واليدين باذن الله. شوفوا معي البنات دوك فصلت اليد هنايا، شوفوا اليد انا جات واحد 1 سنتيم كملت تحت حتى لهنا، زدت شو هذيك البندانه 1.3 سنتيم تاعت اليد هنايا باش ندير لها هذيك الكفه. من الفوق هنايا كاين حاجه باش نقولها لكم، شوفوا الرسمه تاعي مشيت هكا، ما تنسوش باللي اليد هنايا راهي مفصله كشغل داخله في الرقبه، دونك الرقبه تاع الخلف مانيش حنحفرها يا سيدي، هذه تاع الحفره تاع الرقبه، وكي نقص النح هذه كامل نعود نجي تاعت الامام هي نعود نحفرها هكا، لانه شوفوا كامل حنا الباترو تاعنا كيف صنعنا على الامام ما درناش الخلف. دونك هذه القطعه ثاني تاعت الوسط ولا تاعت الصدر كي نحطها على القماش ندير حسابي بلي راح نقص ولا نفصل تاع الخلف، جا الخلفيه نحو غير هكا شويه، وهاد الحفره نديرها غير تاع الامام. هذه توضيحه بغيت نقولها لكم. دونك هذه راني درت غير يد هنا واحده راح نفصلها كامل، وبعد عليها راح ندير اليد الاخرى ان شاء الله. وكيما قلت لكم بغيتوا تخلوها كيما هكا سامبل، بغيتو ديروا هذيك العفسه تاعت لي بليل هنا، يعني الباترون تاعكم راح يديروه كشغل من الفوق حتى لهنايا وحده، وهاد البنطانه وحدها، وهذا ديروه وحده، هاد القياس اللي جاكم هنايا ضربوه في ثلاثه على حسب لي بليل اللي بغيتهم، سواء ضربوه في ثلاثه ولا زيدوا غير شويه، لا بغيتو ديروا غير شويه هكا دي بلي كيما بغيتو، الحاجه اللي تساعدكم. انا ديسيدي دوكا باش ما نديرهمش، علاه؟ لاني راح نطرز هنا في التحت دوك، ما بغيتش نعمر فيها يا صالح، قلت غير نطرزها خير ملي ندير الطريزه ولي بلي وكاع. دوك نعاود نفصل اليدين ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله للتفصيل الصدر باذن الله. شوفوا معي الان هادو قطعتي الصدر بعد ما فصلتهم، هادو تاع هادي تاع الخلف، شوفوا الحفره درت غير شويه برك، شو هاد الباترو اللي درتو حفت فيها غير هكا شويه تاع الخلف، لانه الخلف ما جاش محفوره يا صوت، الان خليتها كما هي محفوره. ودوك نتبعها كيف كيف نرسمها ونقصهم، هادو هما يعني هكا يكون جمعت كاع القطع. الدوبلو تاعهم راح نديرو بهذيك القماش اكارو اللي قلت لكم عليه في الاول، هذا راح ندوبليهم به، حبيتو ما تدوبليهمش بيه، ديرو يعني بلي شيت اللي طاح لكم من الجين هذا، شغل ديرو غير هكا صغيره برك، والله غير هكا فرق بعد بندانه صغيره كاع كيما بغيتو. بغيتو دوبليو هاد البياسه كل كيما هي، يعني كيما راهي محطوطه هنا نهزها بهاد القماش ندوبليها كيما بغيتو اللي تساعدكم، سورتو كي الصيف ديروا حاجه اللي تساعدكم حاجه خفيفه وكاع. دونك نجمع القطع تاعي ونروح ان شاء الله باش نعرفوا كيفاش نخيطوا. وقبل ما خيط انا اصلا علاه راني دايره كيما هكا، قبل ما قصيت حبيت القطعه تاع الصدر تاعي هذه تاعت الامام حبيت نطرزها، على بها ما بغيتش نقص، بغيت نطرزها كشغل هكا هنا حاشيه كامل. دوك الرسمه هذه اللي راح نديرها تاعت الصدر تاعي راح نديرها من القدام نرسم، ونروح نطرس قبل ما قصيت باش ما يروحليش باش ما تجينينيش الطريزه في الماشينه. دوك نعاود نرسم رسمه من القدام نرجع لكم باش تفهموا معايا اكثر باذن الله. شوفوا معايا اصدقائي هذا جهه تاع الظهر، هذه بعد ما عاودت رسمتها رسمتها على جوج تاع القماش علاه، لاني رايحه كيما قلت لكم هنايا راح ندير لها طريزه. دونك هنا كي راح ندير لها طريزه باش يقعد لي القماش فيكسي، هنا راح نحددو لطوال كولونت. دوك نوريها لكم كيفاش دايره. دونك رسمت الظهر، شوف الحفره تاع الظهر ما درتهاش كبيره، وهنا رسمت الامام، هذا راني رسمتهم بالزياده تاع الخياطه، تسمى كي تشوفوا هذا راه هنايا راني ديجا حاسبه الزياده تاع الخياطه باش ما نخصش بزاف القماش. هاوليك هنا الامام استحفظتو شويه على الخلف، ها هو هنايا هذا الامام هذه اللون، وكنت درت واحد لي موتيف هكا صغار، هادي خطوه يعني اختياريه، حبيتو ديرها حبيتو مديرهاش. كي قلت لكم راح نحي من اليدين هذيك العفسه تاع لي بليسي، سمحوا لي راني مريضه، وسينا هذا الفيديو راه هبط لكم من سمانتين بصح الله غالبا راني مريضه دونك ما قدرتش نكمل. بون شوفوا هاد الخطوه اللي درتها، درت هكا دي موتيف هاد الاشكال هكا، شكل ورقه شكل دمعه كاع، رسمتها على ظهر القماش، وباش باش قمت راني باغا نطرزهم على وجه القماش. دوك اضطريت نعاود الرسمه هذه اللي درتها نعاود نفوت عليها بالخياطه، دونك انا شوفها يتنحت لي بصح ماشي مشكل، دونك نقدر نتبع ليها منها.
هنا هذا تاني باش ما يتنحلش حنحدو بلا طوال كولونت تكون بيها لكم شغل هاد القطعة كامل حددها لي على طوال كولونت تكون منها باش نقدر نحن نتلزم بعد تريزة تاعي راح تكون برك في الحاشية هذا مكان. وبعد كي راح نشدو في هادو لي موتيف راح نوزعهم على اليدين وعلى الصدر كي راح نوزعهم نترزغي في الوسطى خفيفة حشة خفيفة برك هذا مكان. سمحولي راهي الكحة على قريبتين بيا حالة سبحان الله هالبني جهد في روحي باش نكمل في الفيديو. بون بالنسبه لطوال كولونت عندنا هذا النوع هذا اللي بزاف لي كوفي لي جوب كيما في هذيك الجهه تاع لا سانتور تاع لي جوب ولا لي بونطالون ولا سورتو تاع الشريان. هذه هي كيفاش داير هذه لطوال كولونت. شوفوا هذه الجهه كيفاش دايره وهذه كيفاه دايره. هذه الجهه هي اللي راهي فيها اللصقه هنا هذه تمسوها تلقوها من هنا تلقوها حنينه ومن هنا تلقوها حرشه. يعني هاد الجهه اللي فيها اللصقه هي اللي تحطوها ديريكت على القماش هذا. يعني راح شغل راح يجيني هكا شوف معايا راح يتحط هكا تحطوه بهاد الطريقه. يعني الجهه اللي تلصق تحطوها هنايا باش توقف لكم القماش. يعني هذا تقدروا ديروا الفيزلين انا بغيت نستغني على الفيزلين ديال هذا. كاين هاد النوع اللي قلت لكم كتلقوه فيه في الابيض وفي الاسود كاين هاد النوعين ثاني ديجا عندي في الابيض والاسود نديرو لكم. انا ديجا كنت خدمه بيهم ديجا من قبل عفوا لا غالب سالت قوية صيف صيف و دايرة حالة. شوفو كاين هاد النوع هدا تاني تاع الكولونت كيفاش داير جاي من الماس تاعو حنين ها هو تاني. هذا هنايا حنينة وهنايا جاي كشغل شوفو يبري ومامطو جاي شوية حرشة. هذه اللي فيها اللصقة دونك يتحدد هكا على هاد الجهة. وكاين في الأبيض تاني هاولك في الأبيض تاني طوال كولونت شوفو جاي كشغل كشغل سوا ولا ما على باليش ساتان دو سوا ولا هاولك. هذه تاني هنا جهة حرشة جيت بلي شوفو هكا تبان هنا بلي حرشة ومن هاد الجهة راهي حنينة وملسة. دونك هاد الجهة اللي حرشة هي اللي هي اللي فيها اللصقة هي اللي ديرو على البلاصة اللي راح نتلصقو بيها. انا دوكا راح ان شاء الله نخدم بال الله اكبر هذا العشاء حنخدم بالكحل حنخدم بهذا نحدو على هاد لي موتيف عفوا نحدو على هادو من هاد الشيء من الخلف ولا ونديرو نفس الشيء مع هادو. هادو راح نحدد هادي تاعت الظهر القطعه تاعت الظهر هادي تاعت الامام ثاني راح نحدد عليها لطوال كولونت. دوك نحددها ونوري لكم ان شاء الله كيفاش نقوموا بطريقه الطرس في الماكينه باذن الله. شوفوا معي الان بعد ما حددتهم هم نشوفوا كيفاش لاصق لاصق يتنحى بشويه صعوبه. دوك انا القص تاعي شوفوا حتى الرسم تاعي بدا يتنحى شويه. دوك انا نقص على حسب الرسمه تاعي سوا هادو تاعت هادي تاعت الامام اللي كانت بدا باينه اللي كانت بدات تروح ولا هادو تاني لي موتيف. دونك لصقتهم مع بعضهم نقص عفوا قبل ما نقصهم نروح نطرز اولا اخر حاجه نديرها القص بعد ما نحكم كاع لي موتيف مع تاعي نحليه. كاينه حاجه تري امبورطون بغيت نقولها لكم شوف انا كي كنت نحدد شويه لصقت لي لاطوال كولونت في الحداده. ان شاء الله في فيديوهات مقبله راح ندير لكم كيفاش تعدوا تنيتواي الحدادات تاعكم خصوصا شدت فيها كيما لاطوال كولونت. هي مش حاجه صعيبه تحددوها بالقارص ولازم تكون سخونه كاش النشافة عندكم قديمة ما تحقوهاش نطفوها بيها. انا درت لها هاد النشافة كانت عندي ديجا تحت لي لونيت ولا نوادر تاع برا. هادي دوك نروح نحك على الحدادة القارص ونتوياها بها باذن الله ندلكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة كيفاش ننظفو الحدادة ولا الفراغ الراسي باذن الله. فابقوا معي لاخر الفيديو ان شاء الله. وهي هي الحدادة هنا بعد ما نظفتها كامل شوفوا نحيت لها كاع داك اللي كانت هنا كحله بسبت لطوال كولونت. دوك انا نظفتها باستعمال القارص هذيك النار شويه تاع القارص هاي ديجا كملت. وهذه راني عاودت كي نحيت بها تما وقعت لي الحبيبه تاع القارص شمختها وعاودت مسحت بي عفوا عاودت مسحت بي قطعه ناشفه هي هذه تاني نشفه قديمه. دونك بهذه الطريقه نظفتها. دوك نروح ان شاء الله لماكينه الخياطه تاع الطرز. بالنسبه للطرز كنت عرفتكم على ماكينه الطرز تاعي اللي هي هذه كوبرا ويميل اش عرفتكم على في اول في اوائل فيديوهاتي.
بالنسبة لهاد الماكينة، أنا كنت قلت لكم بلي يجو معها هادو لي كانيت، مي اكتشفت بلي هادو لي كانيت العاديين راهم ما يدخلوا فيها ويمشوا عادي، دونك كنت ماشي اشاك فوا نعاود نشري هادو، دونك مادام فيها هادو راهم يمشوا دونك جبت هادي. بالنسبة للطرس دونك أنا حبيت ندير زيكزاك في الحاشية باش يحكمولي مليح مليح، مع راح نفيكسي مع القماش وهذا في الوسط. بالنسبة للزيكزاك قبل ما رحتو تطرزو لي لي موتيف ولا اليدين ولا عفوا الصدر تاع الامام الخلف، جربوا الزيكزاك هاو شوفوا. بون انا الزيكزاك جربته المرة الاولى من الخلف، كان يكون خشين كان الى دقيق، شوفوا هادي شوفوا الفرق بين هادي وهادي، وكانوا تكون كيما نقولوا الغرزات متقاربين كانوا تكون متبعدين، شوفوا هادو كيفاه متقاربين شوفوا متبعدين. دونك جربوا في قطعة خطية، هادي دو شيت، هادي شطت لي شيت من اللي راني ندير فيها تاع التلجين، وتنجرب فيها نشوف انا لو بوان لي بغيتو. خيروا لي بوان لي بغيتو سواء زيكزاك سواء خيروا. انا دوكا عندي هنايا بزاف لي موتيف، شوفوا عندي من ال ا من 1 حتى 80 حتى 80، هاي ليك من ا حتى 80. شوف اسكو يتبان الاول، هاي لوسونسيال 80، عندي بزاف لي موتيف دوك نخير وحده منهم. انا قلت ندير في الحاشيه زيكزاك باش يتفيكساو تري تري بيان، ومن بعد ان شاء الله في الوسط نخير اي نوع من لي بوين هادو ولا لي موتيف هادو. شوفوا كيفاش دايرين، شوفوا معايا من الابدي لي بالخط العادي للخياطه العاديه هادي يمشي يمشي، بعد يدير لي لي بوين تاع السورفيلاج، ومن بعد تاع زيكزاك. هادي هنا وحده تاع السورفيلاج، وهادي يديروا بها يخيطوا بها لاستيك هادي، وهادو تاع لي بوطونيير حتى هادي، ومن بعد يدخل الموتيف مثلا هادي تاع الطريزة كيما راكم تشوفوا. دونك نتوما على حسب الماكينة تاعكم خيروا الموتيف اللي يعجبكم. عندي هادو الاختيارات السريعة، هادو اللي هنايا حبيت نخير منهم. هادي الخط ديريكت هادي تطوا، وكان زيكزاك، وكان تاع السوفيلاج كيما قلت لكم هادي، وهذه تاع اللي خيطوا بها الاستيك، وهادو زوج تاع لي بوطونيير. هادو الخيارات السريعه. وهنايا ندير لي هنا كي نحب ندير طريزه نخير الموتيف، قلت لكم كاين من 1 حتى 80. شوف ما واش يروح لي، شوف بون لي سونس حتى 80، دونك شوفوا الماكسيموم تاعها 80، هاي لك 80 هي الماكسيموم. دوك نزيد عليها تجلي الواحد، وعندي زيكزاك هنا نخير هنا الموط راني داير هنا تاع طريزة، دونك عندي من 1 حتى 80، وعندي هنايا زيكزاك كي نقص الزيكزاك كي نحب هنايا نبدا نزيدو. هاوليك شوفوا هنا عندي زيكزاك كي نبدا هنايا نزيد في الطول تاع الزيكزاك، الشغل واللي عندي طويل كيما هذا، ولا هنا نقص في العرض تاع الزيكزاك، يعني يولي عندي كيما شوفوا الطول بين هذا الطول والعرض، هذه طويله على هذه طويله وهذه اقل طول. وهنايا يعني كشغل زيكزاك مفتوح هكا ولا صغير هكا. اما بالنسبه لهذه فهي يتباعدوا بين زيكزاك كيما هكا هنايا، ولا تقربوه هنا كي تزيدوا راح تباعد بيناتو وتشرح لكم كيما هذه. ولا درتو نقصتو هنايا هذه تعاود ترجعها لكم ضيقه، ولا بغيتو هنا راني دايره مود زيكزاك هبطوا مود تاني تاع خياطه عاديه. خياطه عاديه بغيت نزيد في الطول ولا العرض نبدا نزيد منه ولا نقص منه. وعندي تاع هادي تاع لا طونسيون، لا طونسيون راهي مقله في العادي، هو العادي تاعها من 3 حتى 5، نديت انا بين 4 و 5. هادي بالنسبه لحبيتوها تخدم كيما قلت لكم، حبيتوها شغل الخياطه تكون بوتيره ضعيفه وقت تسرعوها بهادي. دونك كيما قلت لكم جربوا نتوما قبل ما تروحوا لهذوك لي موتيف ولا الصدر في الامام ولا الخلف، جربوا في قطعه خارجيه اللي كيما بغيتوا، ومن بعد روحوا للقماش. دوك ندير لكم ان شاء الله طريقه الطاز في موتيف واحد، وانتم خيروا كيما بغيتوا ان شاء الله. الان اصدقائي شوفوا معايا كيفاش راح ندير عمليه الطاز باستعمال الماكينه. اللي كنت طازت هذه هي الاولى، بعد ما جربت يعني الحجم اللي بغيتو تاع الطاز راني قمت بطاز هذه الاولى. دوك نطاز معكم هذه. اولا احنا عفس نديرها اوتوماتيك، راني دايره السرعه للدنيا، ومن بعد ندير لها ان شاء الله المارش اريغ. دوك نبدا
انني دوك راني متبع على الرسمه هذه اللي عندي هنايا بالخيط. بسم الله نبدا بالوحده من بعد نعفس مارشاريير باش نفيكسي الخدمه تاعي بعد نخليها تخدم. نفوت انا على حساب نبدا نمشي بلا عقل. الاحسن كي تكونوا تتوزو ديروها يعني سورتو لو كنتوش متمكني ديروها بالسرعه الدنيا باش تقدروا تدوروها على حساب الرسمه تاعكم. حبيت ندير البصمة في الوسط كما راني دايره هنايا يجي لي قد في الوسط هنايا في دبيش ونبدا نمشي غير بالعقل برك باش تجيني البصمة تاعي كما بغيتها. أو فوالا نخلي البيد بيش هنا هابط نهز نخلي البلع عفوا هابطة ونطلع البيد بيش وندخل الكتان تاعي من هنا ندور فوالا كي نعرف روحي راني فيكست في يعني فيكسيت القماش تاعي في الاتجاه الصحيح هنا هابط سوكا هابط البيد بيش تاعي ونعاود نمشي لا عقل عليا حاجة ما قلقتني باش تخرج لي الخدمه كيما بغيتها قد قد ان شاء الله هكا ندوض غير بالعقل كاع ما تقلقوش روحكم شكون الخدمه مسويه سوا سوا كيما بغيتوها بهاد الطريقه دورو غير بالعقل. اني نستعمل هنا البيد بيش تاع تولي ترافو بغيتو تخدمو بالبيد بيش سبيسيال تاع بغدغي تاني ما كان حتى مشكل عادي فوالا نوصل للتالي هكا كاين الحبل التالي نحبس نعاود ندير مارش اغيار عفوا نعفس مارش اغيار نعاود نرجع هاكا الكوبون ايوا فوالا نهز البيد بيش تاعي نطلع البلا ونجبد ونقطع الخيط فاسيلمون بهاد الأداة اللي راهي هنايا. دونك نكمل هنا مع قاع هادو لي موتيف لي قلتلكم عليهم. فوالا شوفوا معايا الخدمه كيفاش خرجت لي. شوفوا من الامام على هاي لكم الامام كان عندي هاد الورقه نحن بعد الخيوط هذه الزايده نحن ما نخليهمش عندي هاد الورقتين باردو. شوفوا معايا واش عرضوا هنا باش يبان لي كل شيء. شوفوا معايا كيفاش خرجوا لي ورقتين هادو راهم ليك هنا راني كي راح نقص ونخيط في الحجاب ان شاء الله نخيط هنا في الوسط فقط نفيكسي هنا في الوسط هادو الحاشيات نخليهم هكا نكمل ان شاء الله مع كاع دوني موتيف ونوري لكم ان شاء الله من بعد كيفاش نطرزوا للصدر. شوفوا من اللور الثاني تاعي انا قلت لكم اني محدده التوال كولونت هاي ليك هذه من اللور هنا الفيكسيا وهاي من القدام. نكمل كاع مع هادوني موتيف اللي راني درتهم هنايا ان شاء الله نوري لكم من بعد ان شاء الله. شوفوا معايا اصدقائي هادو لي بياس بعد ما كملت الطرز تاعهم كيما قلت لكم درت لهم زيكزاك او تقصيتهم في الحاشيه بحيث اني ما توشيتش الخياطه باش من بعد ما تتنسلش. هاي هنا من الامام وهنا من الخلف هادي لاتو الكولونت كاع هادو لي بياس اللي قلت لكم عليهم هم كاع راهم بعد ما كملت خدمتهم وقصيتهم. دوك نجو القطعتين تاع الامام الصدر والظهر. الظهر انا قمت بطرزو باش نوريكم كيفاش راح ندير هذيك الموتيف اللي درتها ها كيفاش دايره. وشوفوا نفس القياس راهو كامل ماشي مع هكا هذا باستعمال القيد. شوفوا حتى لهنا الرسمه تاعي بعد كي كنت حددت بلاطوال كولونت كانت شويه تنحت عاودت ترصت عليها باش ما تتنحليش ونقدر نتبع عليها. هنا واش درت هنا مازال القطعه تاع الصدر ما درتهاش باش نديرها معكم باش ندير لكم كيفاش خدمت هاد القطعه. دوك نروحوا لماكينه الخياطه ونفهمكم عليها اكثر باذن الله. بو هنايا باش نتحصلوا على نفس الطرزه اللي هي هذه هنايا راكم تشوفوا فيها خيرت الطرزه اللي بغيتها وخيرت الحجم اللي بغيتو واستعملت القيد هذا اللي كنت وريته لكم في شرح هذه الماكينه الخياطه اللي هي كوبرا وميل تلقوها في الفيديوهات السابقه تاعي. هذا القيد يساعدنا كثيرا في كي نبغوا نطرزوا حاجه ونتبعوا على الخط. انا شغل هذا القيد هذا حطيته على الخط هذا اللي راني رسماته هذا الخط. دوك راح نبدا ندير معكم نتاع تاع الصدر قطعه الصدر تشوفوا معايا. اول حاجه اكيد طلعوا البيد بيش تاعكم ودخلوا القماش فوالا هنا راني متاكده بلي راني محدده مليح مليح ونبدا راح نبدا من التحت ومن بعد نبدا نمشي. بسم الله يفتح لي الساق نسوي مليح مليح القماش تاعي باش مش من بعد نخدم ومن بعد نلقى الحاله ماهيش مليحه هكا
نسوي اول حاجه نتاكد من القماش تاعي راهو داخل مليح، نسوي ما كانش حتى تعرج ولا شي حاجه. بسم الله. نحط القيد نتاعي كما راكم تشوفوا، القيد راهو قد قد على الخط. فوالا نهبط البيد بيش ونبدا نشعل ماكينه الخياطه تاعي. بسم الله على بركه الله. بون انا هنايا راني نفرت لكم الكاميرا، راني دايره السرعه القصوى خاطش ما فيهاش انحناءات بزاف وكاع، هاي السرعه القصوى. والموتيف اللي خيرته هنا قبل ما درت هذا الموتيف، انا شوفوا جربت في شونتيو هكا صغيره، جربت بالاحجام، كبرت الغرزه صغرتها درت وقزي في الطول والعرض وكاع، جربت حتى جاتني سوسو كيما بغيت ودرتها. الموتيف اللي خيرته هو هذا، شوف اسكو راه يبان لكم واش يبان مليح، نقلب له مليح. هو هذا وهذا شغل هذاك تاع لي شونتيو تاع شانيل. دونك نبدا نخيط باذن الله. بسم الله نفيكسي الكاميرا. نفيكسي الكاميرا، نبدا على بركة الله الخياطة تاعي. راني درت لها خياطة اوتوماتيك، ما مانيش دايرة بالبيدال. بسم الله نبدا. لازم نمشي ونتأكد بهاد الطريقة. تشوفوا معايا الموتيف كيفاش راح يخرج ان شاء الله. لازم نتبع نتبع بهاد القيد، وكي نلحق الكوا الا كنتو خايفين كي تلحقوا الكوا ما تجيش مريقله، حددوا الطول هذا ولا المسافه اللي بغيتوها، قال 3 سنتيم ولا 2 سنتيم عند كل كوانه، باش كي تلحقوا لها ما يصرالكمش ديكالاج ولا. انا دوك راني نمشي عيني ميزاني، راني مشيت اسوا اسوا، كي نلحق نشوف شحال اكزاكت راني راح نخلي المسافه ونعاود نكمل هذه، نكمل هذه كامل توتو حتى نلحق للتالي بهذه الطريقه. كي نكملها نعاود نقص، وهذاك الوقت نبدا نركب في لي بلاك اللي خدمتهم اللي كنت درستهم الصغار هذوك، نركبهم على الصدر وعلى الظهر وعلى الاكمام باذن الله. شوفوا معايا كيفاش راني قد نتبع بالقيد تاعي. هنا نبدا ندور، راني لحقت الكوال هنايا، نبدا ندور غير شويه هكا باش تجيني كشغل جوج دايره هكا. لازم القيد تاعي يكون مع الخط، سينو الخدمه تاعي راح تجي كامل عوجه، شغل كاع واش راني ندير راح يخرج لي عوج. بهذه الطريقه دونك نكملوها توتور، نكمل هاد العمليه كامل ونرجع لكم باذن الله، فانتظروني. الان بعد ما كملت درست على الظهر على الصدر تاع الامام، دوكا نكون بالقص، نقص يكون على هاد الخط هذا اللي كنت ديجا رسمته. خلاص راني فيكسيت هادو القطعتين، باش من بعد هاد ليزابليك الصغار هادو نفيكسيهم هنا، يعني هكا على حسب. بعد نشوف كيفاش تخرج، بعد نشوف كيفاش حنفيكسيهم، حنفيكسيهم على هاد المكان هنايا، وتاني في اليدين وفي الاكمام. سمحوا لي الصوت تاعي راه راح، بصح بغيت نكمل هاد الفيديو لانه طول بزاف، صافي واحد سمعتو انا صور فيه مازال ما كملش. تبعوا معي اخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش راح تكون باذن الله. والان اصدقائي شوفوا انا هادوك لي موتيف اللي خدمتهم كيفاش فيكسيتهم. هادي جات الظهر هاو ديك فتحتها شويه، هادي جات الظهر فيكسيتهم هكا، راح نتوصل لنفس الكوزه هادي، راح نلتزم هكا في الوسط هنا وهنا نكملهم كاملين. حكمتهم هنا غير لي زيتانكل. وهذه جهه الامام هذه شغل الدمعات، وهذو اللي بقاو ربعه هذو راح نقسمهم على اليدين، ندير واحده شويه لتحت واحده في الوسط هذا مكان ما نكثرش. درك الظهر فيه تلموا هذو، خاطرك شدت منهم سته، هذو درت منهم الشكل هذا سته، هذو ربعه قسمتهم هنا، وهذو ربعه ندير كل يد ندير عليها زوج نفيكسيهم، وعلى نفس الميزور اللي درت هذه تاعت الامام تاع الظهر نروح ندير دوبلور بالقماش هذا اللي قلت لكم عليه، نقص عليه دوبلور كيف كيف، ومن بعد نوري لكم اخر حاجه كيفاش نحكم كاع هذو لي بياس ونخيطهم، يعني قصدي الظهر والامام والجوب اللي لتحت واليدين باذن الله. فبقوا معايا لاخر الفيديو على بركه الله. والان اصدقائي شوفوا معايا بعد ما فيكسيت هذوك لي موتيف لي قلتلكم عليهم هاهم هنا هاهم، وقصيت الدوبلو لي هاهو كيما هو، هادي جهة الظهر كيما تشوفو، راني فيكسيت جهة الظهر لخلف تاع لاجيب
فكسيتها مع الدبلور، راني حكمت هنا كاع بلي زيبانك اكيد حطيت الوسط مع الوسط، بديت مشيت كامل نخيط هذه تاع شوفوا كيفاش نبدا القماش على الدبلور. هاهو شغل حطيت القماش على ظهره، هذا الشيء من الداخل حتولي هكا هذا الدبلور. كي نكمل الخياطه تاعو هنايا راح نفكسيها مع مع الفهف هذا. شوفوا معايا الطريقه كيفاش، باش تفهموا معايا اكثر نحي هذا كاع تاع الخلف. شوفوها كما قلت لكم كيفاش خدمت لا دوبلور تاعي، هذه جهه تاع الامام هنا راني فيكسيت هذا الموتيف تاعي بالبروتي هذا هذيك معليش مع الغسيل وكاع تولي هذوك فيولي شغل الخياط هذا كاع يتنحى الحشي، يبقى غير هذه هنايا تاع الزيكزاك تولي باهي ما شاء الله. دوكا شوفوا حطيت القماش تاعي وفصلت عليه الدوبلور بحيث ان الدوبلور يكون داخل الوجه تاعو يكون يبان لنا من داخل. او كيفاش درتو وجدت القطعه تاع الخلف فيكسيت فيكسيتها مع الدوبلور هي الاولى هاي لك الدوبلور الوجه تاعها فيكسيتها مع الدوبلور. كي نكمل مع الدوبلور كشغل كي نخيطها هنايا نبدا الخياطه هنا لتحت فقط هنايا هذه الجهه تاع اليدين مازال ما نخيطهاش، نفيكسي لتحت مع لا دوبلور من بعد نفيكسيها مع القطعه تاع اللي حتخرج لقدام باش نعاود نروح اليدين. بالنسبه لليدين هاني تاني عاود درستهم هذه هي اليسرى هذيك درت لها شغل بوان دغوا تاني بالماشينه الخياطه يعني قست شحال راح ندير الكفه نتاعي، خليت شويه ودات هادو لي موتيف تاعي زوج برك ما كثرتش في اليدين هذا ما كان ما حبيتش يكون لي. بالنسبه للفوق هاهو هذه جهه الامام محفوره اكثر من جهه الخلف. دوك نخيط هذه لا دوبلور مع هذه القطعه ونرجع لكم نوري لكم ان شاء الله كيفاش نخيط لا دوبلور مع القطعه تاع التحت ونوريها لكم ان شاء الله. الان بعد ما خيطت الدوبلور مع القطعه تاع الخلف حوج النقطة تاعت الوسط كنت كرمطيتها يبان هذا تاع الدوبلور خيطها كامل وحددتها هاهي. دوكا نجيب القطعة تاعت الخلف اللي راح تظهر نحطها بهذا الشكل هاكا كيفاش حطيت ونبدا نحكم بليزي بانك الوسط نحطو مع الوسط ونكمل بليزي بانك منا كامل. إلا خفتو تغلطو خيطو هادي حطوا خلوا البراء واقفه مع هذه عاد خيطوا هذه. دوك نخيطها ونحددها ونرجع لكم ان شاء الله باش نقول لكم كيفاش نركبوا جهه تاع الامام واليدين باذن الله. انا بعد ما كملت الخياطه تاع هذو القطعتين تاع الظهر ولا دوبلور تاعها انا خيطتهم هنايا وحددتهم خرجت كاع الخياطه خليتها هنا شوفوا راهي في الوسط لك هنا حددتهم باش يتفكسوا عندك قبل كامل الخيط. دوك واش راح ندير نحكم اليدين بون هنا نفتح هنايا هكا نفتح نحط اليدين بين دوك اليدين شو الخياطه تاعهم راح تدخل هنا كيما هاد اليد مثلا نجيب اليد اللي راح تكون مثلا هنا ونخيطها كيما درت مع هاد القطعه تاع السفليه نخيط مع الفيكسي اول حاجه مع لا دوبلور وكي نكمل مع لا دوبلور نخيطها مع هادي كيف كيف اليدين هادي وهادي نخيط هاد الجهه ونعاود نوريكم ان شاء الله كيفاش نفكسو الامام بالطيات باذن الله. معايا الان وجدت جبت اليد هادي الجهه تاع الجهه تاع الظهر فيكسيتها مع لا دوبلور هاهو الوجه حطيته مع هاي هنا جهه الوجه وهنا ظهر لا دوبلور باش من بعد هذا يدخلوا مع بعضهم حيت خيط هكا هذا يولي هكا هنا الداخل مع الوجه تاع الظهر هنايا. دوك نفكسيها مع لا دوبلور هنا شوفوا معايا الحاشيه للحاشيه كاع وبعد نخيطها هادو هكا عفوا نكمل خياطه تاع هاد اليد بعد نروح اليد الاخرى ونقول لكم ان شاء الله كيفاش نفكسيو الجهه الاماميه باذن الله. الان بعد ما فكسيت الجهه الخلفيه تاع اليدين شوفوا كاوت دخلت هذا هنا ديك الخياطه بوغا بوغ هنا كما راكم تشوفوا خياطه على الحاشيه قد قد باش فكسيتو فكسيت هذا هنا بيان سو خليت هنايا فتحه صغيره هنا باش ندير الطيه في تاع الكفه تاع الداخل دونك غير هذا ندخلوه كامل من بعد ونفكسي مع لا دوبلور الداخل هنا كيف كيف عاود فت هنا لتحت تاني ديك الخياطه بوغا بوغ باش نتاكد بلي كاع فكسي تري تري بيان. دوك نروحو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نخدمو الجهه الاماميه ان شاء الله.
بالنسبة للجهة الأمامية كما قلتكم كيف بديت الباطنة، عندي هذه النقطة تاعت الوسط وهاد النقطة هذه تجعل هنا وهاد النقطة تجعل هنا. دوك راح نجبدها من هذه نجيبها لهنا وهذه نجيبها لهنا، نحددهم. أول حاجة لازم نكتلها هذه بالحديدة باش نروح نفكسيها مع العدبلور مع القطعة تاع الصدر. دوك نحددهم ندلكم إن شاء الله كيفاش نعاود نفكسيهم بإذن الله. شوفوا معي الآن بعد ما جبت هذوك القطعتين وحددتهم، ها شوفوا حددتهم جاي حددت حتى الحاشيتين هادو. دوك نجيب العدبلور ونفكسيها، العدبلور نحطها هكا شغل راني نخدم هي كيفاش راح تجي هكا. هذه جهة العمام يعني لا تبدو راح تجي لي هنا بهذه الطريقة. نحكم هنايا كامل، شوفوا نبدا نحكم من هنايا الكوانة هنا حتى الوسط. راني ديجا مديرة مبين لي الوسط تاعي هذا هو الراس تاعو. من هنا نحط هذه في الوسط، نخيط هذه كامل، كي نكملها نعود نخيط الجهة الأخرى بهذه الطريقة. ولازم نتأكد بلي راني حاكمة الوسط تاعي كد قد هذه الراس تاعها حطت البراء في الوسط هنايا. ومن بعد كي نكمل نعود نخيط الجهة الأخرى هكا باش نتأكد عاد باش نعود ندير الجهة الأمامية اللي هي هذه بنفس الطريقة اللي خدمت بها الخلف، ونكمل توتوتوغ الحجاب تاعي. دوك نخيط القطعة تاع الصدر نرجع لكم إن شاء الله نوريكم كيفاش نكملوا الحجاب بإذن الله. والآن أصدقائي بعد ما كملت فيكسيت الأمام والظهر لا هذا ونحيت الخيوط كامل، الخيوط الزائدة اللي كانت عندي نحيتها وفيكسيت تاني اليدين. شوفوا راهو على شكل زائد هادو اليدين، وهادي جهة الخلف وهادي جهة الأمام. دوكا نروح نخيط كامل. واش ندير؟ نبدا من اليدين من هنايا من هنا اليد نقابلهم مع بعضهم، نحكم كامل حتى نكمل اليدين ونهبط مع التحت. دوك نحكمهم بليزي بانكل باش تفهموا عليا أكثر ونرجع لكم إن شاء الله. هاي الطريقة اللي قلت لكم نحكم بليزي بانجل من اليدين، راني لقيت اليدين هنايا هاي ماشية كاملة بليزي بانجل، ومن بعد نهبط لتحت حتى لتحت نكملو هنايا وكيف كيف حتى اليد الأخرى نحكمتها بليزي بانجل كملها. بعد ندير لي سوفيلاج تبقى لي غير الرقبة، نعاود نوريلكم كيفاش نكملها بإذن الله. فبقاو معايا لآخر الفيديو. إذا أصدقائي صديقاتي كما راكم تشوفوا هذا هو الحجاب بعد ما كملته. بالنسبة للرقبة دخلت القماش تاع لادوبلور ولا هذا القدامي دخلتهم ودرت لهم بيكور سو بيكور هنايا كما راكم تشوفوا. بالنسبة ليدي اللي ما كانش فيهم لادوبلور واش درت لهم؟ درت لهم هنايا سوفي، درت لهم سوفيلاج، عاد درت لهم سو بيكور كيف يزوج كما راكم تشوفوا هنايا. سمحوا لي صوتي رايح بصح كان لازمني نكمل هاد الحجاب. وبالنسبه لليدين في الحاشيه تاعهم قاعد درت لهم كفه، ومن بعد فوق الكفه درت الطريزة هادي بوان دو كخوا كيما نفسها اللي درتها اللي وريتها لكم درت فيها على هادو لي موتيف. وهنايا باش ما تبانش هنا عاودت درت لها ثاني بوان دو كخوا خبطتها غير شويه ماشي كاع لتحت، خاطر شكون خليها مفتوحة تبانك شغل حجاب تاع النساء الحوامل. دونك إذا كانت وحدة حد حامل هذا الجهة موديل هايل تفتح تخليها مفتوحة هنا، ولا البنات ولا ما ديرلهاش. هاوليك كيما وريت لكم اليدين مونش ريغلون هايليك لي موتيف هادو حبيتو ديروهم حبيتو ما ديروهمش نتوما أحرار. أنا دوكا كي كملت مانيش عارفة ما جبانيش كيما كنت متوقعة. هادي من الأمام نقلبها لكم باش تشوفوا من الخلف هاديك فوالا، هذه هي من الخلف كما راكم تشوفوا. هذه كامل كملت حتى لتحت درت له كفه صغيره. نتمنى انه يكون هذا الحجاب نال اعجابكم. سمحوا لي بزاف بزاف طولت فيه بصح كان لازم نشرح مليح مليح. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا له بيك لايك وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده ان شاء الله. ولاي استفسار او تعليق او اي افاده يرجى ترك هذا الشيء في خانه التعليقات. تلاقوا ان شاء الله في فيديوهات لاحقه ونشوفوا عن قريب لا عن بعيد. كما كنت تشوفوا الصوت راح وكاع لازم نقعد شويه نعالج روحي. نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء. تشاو تشاو.